إن شاء الله راح نتكلم في هذا الدرس عن بعض الاستنتاجات والتوصيات التالية في المشاركة في تحمل مسؤولية تثقيف المراهقين صحيا وجنسيا. 1- تبصير أصحاب القرار السياسي والاحتياجات عن الاحتياجات الصحية والنفسية والاجتماعية الخاصة بالمراهقين والعمل على تأمينها في المجالات المناسبة. 2- الحصول على مراجعة مناسبة للتثقيف الصحي للمراهق حسب العمر. أيضا التثقيف والمتابعة من خلال المدارس. أيضا الحصول على المزيد من المعلومات حول مشاكل المراهقة وتيسير بعض الحلول اللازمة التي تعالج مشاكل المراهقين في فترة المراهقة. إلى هنا انتهى الدرس. كان معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله نشوفكم في درس قادم.